هذا واحد يقولها أعرفها زي ما أعرفكم يعني، هو اللي يذكر القصة. يقول كان فيه أخ يعني قارئ يقرأ على المرضى. أي نعم. قلت صلبه واحد يعرفه يعني من أصحاب يعني اليد الميسورة يعني، قال له أبغاك تجي تقرأ على أحد أبنائه وكذا يعني، وجاء وقرأ عليه وشفاه الله سبحانه وتعالى. فشفاه الله ذاك فرح يعني، قام كتب له الشيك وأعطاه إياه. يقول أنا والله ما يعني ما يعني شفت الشيك حطيته في جيبي ورحت البنك وعطيته البنك عشان أصرف الشيء، يقول لا أدري إيش فيه ولا أدري إيش قيمته يعني، بس يعني قبلته يعني ولا اشترط عليه ولا شيء، بس إكرام الله يعني تحمس. المهم يوم شافه الصراف شافه وضحك وقام، يقول نادى واحد من الدولة وشافوه وقام يضحكون. يقول شوي نادى المدير تجمع قام يضحكون. قلت ايش فيكم انتم؟ قالت ما شفت الشيك. قال لا والله وش فيه؟ قال شوف الشيك ولا كاتب قيمة استخراج جني. استخرج منها جني. استغفر الله. كم تسعيرته؟ قلت اهم شيء، قلت اهم شيء صرفوه ولا لا؟ قال لا صرفوه. جميل أبو عبد الله.